لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خل السلام عليكم ورحمة الله. أكيد يا جماعة الخوت بخير عليكم، كل شيء مزيان، الأحوال ما كاين ما يشوش، والحمد لله والشكر لله. بادي الأمر الخوت الله يشافي واحد أخت الزوجة ديال الأخ رضوان، الله يشافيها خويا. خويا رضوان الله يشافيها خويا ويعافيها، يا ربي آمين يا ربي تشافيها خويا رضوان، الله يشافيها ليكم. هادشي اللي نخرج بعدا لعندكم هاكا تسنى الدخول. دخل دخل أولدي دخل 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 باش نهضر بخاطر. دخل زيد دخل هايا دخل مابغاش يدخل حيا. كيف ديالنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان، الأحوال ما كاين ما يشوش، والحمد لله والشكر لله. وكيف كنقولوا الله يشافي جميع المسلمين، كاع اللي مريض ليه شي حد الله يشافي من هذا المرض. وخويا رضوان الله يجيب الشفاء، هادشي اللي نقولوا الله يعافيها ويشافيها، طهوره 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 باذن الواحد الاحد ان شاء الله. خويا رضوان هذا ما كان. والخوت اليوم جينا تولعنا، قلنا نطلقوا شويه الحميمات، غنعطيهم بعدا ياكلوا هما الاولين الزغاليل ان شاء الله غادي نخرجوهم. شحال من واحد قال لي ولعنا في الشنيبرات، نشوفوا الشنيبرات. انا الخوت راه الامور غادا طيبه باذن الله. نخرجوهم ياكلوا بعدا، يحنجروا واحد شي شويه، وكيف العاده غادي نطلقوهم ضروري غادي يطيروا، ضروري غادي يطيروا. راه تقريبا كلهم طاروا، تقريبا كلهم طاروا الحمد لله. دابا نخليو الحميمات ياكلوا ونخرجوا حنا نذكروا شويه. راه غادي نعطيهم الخل التفاح، راه واحد اخونا في الله خل التفاح هو اللي غندير لهم في الماء ان شاء الله باذن الله. وكيف كنقول تحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. خويا عبد الجبار تنشكرك اخويا عبد الجبار، لا الاخ عبد الجبار ولا الاخ مصطفى الاص بطل في الديار البلجيكيه، حتى هو الشكر الجزيل ديالو ان شاء الله. ونتمنوا الخير. حتى من بعد عاد غادي نهضروا نكملوا هذا الموضوع ديال هاد الجوج ديال الاخوان. وتحيه لخويا احمام موش مصطفى حتى هو نزيدو، وقناه ديال خويا احمام موش مصطفى. نتمنوا ليها حتى هي مزيد من العطاء ومزيد من التقدم، ماشي التقدم ديال الرباط، التقدم زعما هذا ما كان. وكيف كتلاحظوا الخوت دابا راه كيف لنا الشنيبره حتى هما ياكلوا، راه حطينا لهم الماكله ديالهم هما كيحنجروا. غادي يساليو الماكله، غادي نعطيهم الماء بخل التفاح. خل التفاح كيف قلنا هو هذا هو خل التفاح طبيعي، قالوا 100% والله اعلم واش بصح ولا لا. ها هو الشوكي طار، الشوكي طار على واحد الدفريه هايا اكحله هايا هايا جوره. ها هو الشوكي الخوت، ها هو رابو غادي رابو غادي مشى. وهادشي اللي كاين، ونتمناو الخير والتيسير للجميع، واللي كيحبنا في الله راه اننا نحبه في الله. نعطيو لهاد المخلوقات حتى همايا نزيدو نعطيهم ياكلوا. اجيب بنياتي. نعم. وتحيه لخويا سمير راك تماك، خويا عادل وعادل واخويا عادل واخي عادل، وتهلا ليا في جهاد اصاحبي، وتهلا لينا في جهاد اخويا عادل. راه بغينا جهاد يتولع، الله يجازيك بخير، راه بغينا يتولع، بغينا يفرخ دابا باش العام الجاي تا هو الرق العام الجاي يفرح معانا. ودير دير المستحيل اخويا عادل، دير المستحيل، الله يجازيك بخير. يلا وتحيه لك اخي عادل، وتحيه لاخ جهاد، ونتمناو خويا جهاد يعني يفرح دغيا، يفرح دغيا بالحميمات ديالو، يوصلوه تا هويا. وخليكم معنا واجيو معنا. والله الا دابا كيف قلنا الاخوان
الخضره مين كدير ملي كتخدمها مين خدم لها الخدمه هذه ديال الماء بابا كب ليهم الماء هذا انا ملي كنخدموا هذه الخدمه هذه ديال الماء والله الا كترتاح تحية خويا عبد الرحيم خويا عبد الرحيم وخويا يونس غبرتي علينا الاخ يونس ونتمنوا نلقاوك في صحة جيدة والله الا تليكم بحالكم كترتاح صافي يعني الحميمه تعطيهم ياكلوا وشربوا كتبقى كتبقى على خاوي هذا كتبقى مطمئن لا الخوت باش لا تا واحد شويه نعطيهم نشربو واحد شويه دابا تياكلو واحد شويه عاد نعطيهم المويه ديالهم اجيو معنا اجيو خل 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 هذاك ما بغاش يدخل ديري جبتي بوز مازال ديري بوز ديري التليفون هكا باش ما بقاش يطيح او الخوت دابا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله واحد الحدا جاك سكوتاج دابا نطلقوا الوليدات كيف العادة راه كيف قلنا لكم كنمشي ليا داك الطوبيل اللي عطاني الاخ جميل كنمشي تلف ليا والغد لي جا الحمد لله منين جا دابا غادي نفقوهم وغادي نلاحظ عاوتاني شنو غنديرو اللي بغات طير طير اللي بغات تجلس تجلس والشعار ديالنا الشعار ديالنا هو زيد القدام شي هذا الريكلام 160 العراب يلاه زيد ما كلشي غادي يطير ان شاء الله صافي سير صافي سير سير انا الاخوان كيف تلاحظتوا عندك صافي بقاي هاكا عرفتي شنو ديري فاطمة الزهراء الشمس عليك يا بنتي صافي سير هبطي شكرا الشمس عليك كيف كتلاحظوا الخوت ها الحميمة انهم يحنقزون يتشمشوا شوية بعدا ومن هنا للحد راه غادي نعطيهم يدوشوا باذن الله ها الحمام الاخر هو شوف فين قاعد الشو الخوت هو تبارك الله شوف شوف مهزو بزاف الشنابير والزغاليل ونتمنوا الخير البيضاء ولينا كنلقاو البيض هذا حمامات 2021 بيغان ديال الاتحاد السلوي والله الا مبيضين يلا انا كنحط هذوك البيضات تما 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 شنو كندير كنديرهم لهم في الماكله فهمتيني كنديرهم لهم في الماكله كيف كتلاحظوا الاخوان هانتوما حميمات راه الحمد لله البدعيه ديال الاخ كنا في الله ديال الاسرائيل راهي غاده البدعيه غاده هيا جايه ها البدعيه شو بحال تلفات البدعيه لان هذا دابا رابع مره كطير البدعيه المره الرابعه كطير او نتمنوا الخير هيا جايه هيا جايه الشور خوت هيا معليه تبارك الله هيا بحال نتي عطا لي واحد الشني واحد الزويه
هيا تبغي هذا عطاك لي هيا كتبغي شي وباش زوينه اخوتي القضيه الدريسات ديال الترسيه باش اجي بالسلامه باش زوين ان الحمام يبدا يحنقز بحال هكا نتوما ادي فرفر الحمامه شكون دايزه غتهبط بزز من نتوما هيا البدعيه شوف هيا بغات تهبط هيا شكون غادي يهبطها شكون اللي غيهبطها هادو اللي كيحنقزوا راه داك تحنقز فيه وفي نتوما طير طير اولدي طير اليوم كيبان لي الحمام في صحه جيده الخوت عطيتهم خل التفاح كيبان لي الحمام في صحه جيده الحمد لله ونتمنوا الخير والتيسير للجميع واللي مغيب له شي حد كيف كنقولوا الله يشافيه من هذا المنبر يا ربي امين انا الخوت الحبيبه هبطت هي تشافات انا الاخرين البدعيه فينا يا هي هاي البدعيه هاي خوت هبطات الطيره الرابعه ديالها ولا الخامسه هي هذيك رايح يعني كيف كنقول ديما الامور على ما يرام خصنا دابا نخرجوا غير الوليدات خصنا نضربوا دابا المشكل راه هانتوما كيف كتلاحظوا راه الكرات كاينين الكرات تبارك الله كاينين الكره غير خاص كل وكر تخرج فيه جوج وليدات صافي نسالي دغيا خاص كل وكر يكونوا فيه جوج وليدات ونتمنوا الخير والتيسير لنا والجميع ان شاء الله باذن الله والله ما يسير الامور طيبه الامور طيبه كما يقال وتحيه لخوتنا وحبابنا هنايا ولهيه انا نمشي للخدمه اخويا قلنا والو انتم الخوت كيف كتلاحظوا هادو ما شني بغات راه ما كنجريو عليهم حتى شي حاجه كيف كتلاحظوا هذه هي عجات الحمد لله راه كلشي بخير دابا الامور غدا طيبه يعني هذيك الترسيه اللي كنديروها ان شاء الله بخير يلا شنو بير واحد اللي زدنا عليهم اللي كاين عند الذكور هو هذا ها هو تياكل هو الثالث اللي خرجنا هو هذا هاد الفيلي هذا الله الله يسخر فيه ها الحبيبه هم 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 ها كانت مريضه مسكينه الحبيبه هم 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 يلا الخوت خليكم كيف كنقولوا دائما وتحيه وخوتنا وحبابنا هنايا ولهيها حنا ديما معانا داك المولوع اللي قلنا يونس ها هو ان شاء الله السنه القادمه شي ذا ثقيله الشنبور هذا واحد الشنبور ومدندن باقي ما بغاش يطير ثقيل قلت لك ثقيل داك الشنبور ها هي واحد الحميمه هي ايه واحد الشنبور هذا اول مره كيطير هاد الدفلي نعم هذا هو مامي كيطلعوا لتم واحد الدفلي اول مره كيطير الطوبي هو هبط لا واحد الدفلي اول مره كيطير دفلي سيوفه بويض نقطة ها هو لا 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 هذيك كبيره هذيك مغسيه الدفلي دفلي واحد اللي قلنا خو ثقيل خلي دبر راسو حنا نشوف حالنا دابا يلا الخوت كيف قلنا تحيه لخوتنا وحبابنا هنايا ولهيها والسلام عليكم ورحمه الله والى فيديو قادم بحول الله نتمنى القاكم في صحه جيده تحيه الاخ ناصر تحيه الاخ رضوان وبالشفاء خويا رضوان بالشفاء ان شاء الله
هادشي اللي كاين راني كي يمرض شي حد كيكون عزيز كت تكون القضيه في شكل هادشي اللي كاين. ونتمنوا كلشي يفرح العواشر هذه وعواشركم مبروكه. ود في شي هو هذا شي واجه واجه اي هو يطيح 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 هذا شي زنقه ولا شي هو تطوبي سيفا بوي طار طوبي طوبي هو هذا شي تا هذا طار طوبي سيفا بوي تا هو طار الخوت هاو يلا نخليكم على هاد النبرات كيف كنقولوا دائما وابدا. وتحيه لخوتنا وحبابنا جميعا. خويا البشير تحيه ليك والاخ ديالو محمد. تحيه للبطل ناصر. تحيه لخويا سمير. وتحيه للناس اللي نسيتهم تحيه لهم حتى هما. يلا والخوت السلام عليكم ورحمه الله. يمشي عليا الحال الخدمه باقي ما مصلي ما والو. دابا راه تقريبا تقريبا بحال نقولوا كلشي طار. القضيه راه ولات قليله. يلا السلام عليكم ورحمه الله. والسلام عليكم ورحمه الله. يلا تحياتي لكم.